لم يسلم العراقيون لا في حياتهم ولا في مماتهم من بطش الميليشيات الموالية لإيران، وخاصة الثائرين منهم ضد الجور والظلم المستمر منذ عام 2003، والذي لم يبق في البلاد أخضرا ولا يابسا إلا والتهمه. فأضحى العراقيون بين فقير أو مشرد أو مغيب أو رقم في عداد الموتى من جراء عنف الحكومة والميليشيات. شواهد قبور شهداء ثورة تشرين الذين قتلوا برصاص القوات الحكومية لم تسلم من تخريب وبطش الميليشيات مؤخرا، وتعداها ذلك لقبور الرياضيين الذين توفوا نتيجة فيروس كورونا وناصر بعضهم الثورة. فكل هؤلاء تراهم الميليشيات عدوا لها يهدد نفوذها في البلاد. الشهيد عمر سعدون من أهالي محافظة ذي قار دفع حياته ثمنا لمطالبته بحقوق الشعب المشروعة التي نادت بها ثورة تشرين، ولم يسلم قبره من التخريب على أيدي الميليشيات، لكن من ساروا على طريقه في الثورة ضد الظلم أعادوا ترميم قبره. هذه الاعتداءات على قبور شهداء ثورة تشرين لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، يقول ناشطون، لأن الميليشيات الموالية لإيران بعد أن عجزت عن قمعهم وهم أحياء باتت تستهدف قبورهم في محاولة منها لترهيب الناشطين والمتظاهرين المستمرين في الثورة، في رفض واضح لهذه الاعتداءات الغريبة على المجتمع العراقي. قبائل وعشائر جنوب العراق هي الأخرى استنكرت هذه الاعتداءات التي طالت قبور المتظاهرين الذين سقطوا برصاص القوات الحكومية والميليشيات المساندة لها، معتبرة أن هذه الأعمال لن تخمد شعلة الثورة. عبثا تحاول لا فناء لثائري، هذا لسان حال المتظاهرين في العراق الذين يؤكدون حاليا أن عراق ما بعد الثورة لن يكون كما قبله، في ثورة شعبية يبدو أنها قالت كلمتها بالخلاص من الأحزاب والميليشيات الطائفية التي أوصلت العراق لهذه المرحلة من الدمار والفوضى.